إيران قدمت اعتراضها من خلال البرلمان الإيراني والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية على الحكومة العراقية وعلى رئيسها وعلى سماحة السيد مقتدى الصدر بأن يقدموا اعتراضا لأنهم استخدموا لفظ الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي. إيران هل تمتلك حقا في هذا؟ وخصوصا أن بطولات الخليج العربي في نسختها 25 وهي ليست وليدة اليوم. نعم، يعني حتى إذا كان هذا الاستخدام أو هذه التسمية خطأ تاريخي، لا ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وأن تكون هذه التسمية التي تعتبر خطأ في نظر الأخوة الإيرانيين أن تكون سبباً في خلق مشاكل جديدة للمنطقة وإدخالها في حلبة صراعات قومية وعرقية. ونحن نرى بأعيننا أن المنطقة الآن تفور وتغلي بسبب الخلافات الطارئة. فكان على العقل السياسي الإيراني أن يتريث في هذا الاعتراض، خاصة ولأنه هناك من يقول أن هذا الخليج أساس تسميته عربية باعتبار إلى أنه يمتد إلى حضارة سومر، وتتعلق الأسماء يعني تتالت الأسماء المتعددة والمتنوعة على هذا الخليج بسبب قرب من هذه الدولة، قرب من هذه الأرض، بعد من هذه الأرض، بسبب نوع الإبحار الذي حصل في هذا الخليج، بنوع الثقافة التي توالت على هذا الخليج. ولذلك كان من الأخوة كان المطلوب من الدبلوماسية الإيرانية أن تتريث حتى لو كان هذا الاعتراض محقا من حيث المبدأ، لأنه نحن ندعو إلى دبلوماسية هادئة وندعو إلى الابتعاد عن كل ما يثير الدفائن وكل ما يعقد هذه المنطقة، خصوصا وإنها تدخل في دوامات خطيرة من الصراعات العرقية والمذهبية وحتى الدولية اللي موجودة. فكان هذا كان يخالف في الحقيقة الدبلوماسية الناعمة التي تتبعها إيران منذ زمن بعيد، وأدخلت الأمر في مشاكل لسنا في حاجة إليها، بل نحن في غنى عنها مطلقا. هناك قضيتين مهمتين في هذا الموضوع. قضية التسمية هذه لم يرد حسب علمي البسيط هناك تسمية ثابتة على مر التاريخ، سمي مرة بخليج البصرة، وسمي مرة بخليج فارس، وسمي مرة بالخليج العربي، وسمي بخليج عشائر عربية موجودة، خليج عمان، فأنا أقول خليج البحرين في هذا التاريخ، خليج عمان، خليج عمان، خليج العرب. فأنا أقول تثبيت التسمية الأقدم في مثل هذه القضية الشائكة هي قضية شائكة في حد ذاتها، تماما كما هو علم الآثار. يعني الآن قالوا أن السومريين هو أول من سكنوا العراق، تبين إلى أن هناك أقوام قبل السومريين. لذلك إثارة هذه القضية وإدخاله بالسياسة الخارجية وإدخاله بالمشاحنات الدبلوماسية يضر ولا ينفع.